وانتقل بكم إلى المساحة التي تليها. كما تشاهدون هي مساحة بشفافية من أخرة الجريدة، ونقرأ للكاتب حيدر المكاشفي هذه الزاوية بشفافية. وجاءت اليوم بعنوان مياه ملوثة وذمم فاسدة. يبتدر أستاذ حيدر هذه الزاوية قائلا: رغم النفي المتأخر لهيئة مياه ولاية الخرطوم بعد مرور 3 أيام على الخبر الخطير الذي يتحدث عن ثبوت تلوث مياه الشرب واحتوائها على مواد خطرة بالصحة وأنها غير مطابقة للمواصفات، إلا أن الحقيقة غير القابلة للنفي هي أن مياه الشرب عندنا من حيث وجودها من عدمه ومن حيث نقائها وتلوثها قضية خطيرة لم تجد سوى الإهمال ولا مبالاة. فوجود المياه يعني وجود حياة ولا يعني عدمها سوى الهلاك، هذا من حيث الكم. أما من حيث الكيف والنوعية فوجود مياه وافرة ولكنها ملوثة وغير نقية فهي وعدم وجودها سواء في إهلاكها الناس. يمضي المكاشفي: إن من رحمة الله على عباده المساكين في السودان أن مدهم بعافية منه وزودهم بمناعة طبيعية، لولاها لأهلكهم الماء الذي يشربونه والطعام الذي يأكلونه. فتكرر الحديث عن تلوث المياه بمواد ضارة بالصحة أو اختلاطها بمياه الصرف الصحي يؤكد أن هذه القضية رغم خطورتها ما تزال على حالها إلى اليوم دون السعي لإيجاد حل لها. وكان خبراء سودانيون قد أكدوا عبر تقارير منشورة أن مياه الشرب العاصمة الخرطوم مختلطة بمياه الصرف الصحي، وعززت هذه التقارير اعترافات لبعض سائقي تناكر الصرف الصحي بأن التناكر تقوم بتفريغ حمولتها من مخلفات الصرف الصحي في مناهولات تصب مباشرة في النيل. وأذكر أن أحد المديرين السابقين لهيئة مياه ولاية الخرطوم قد قال في الخصوص: إن مياه الولاية ملوثة بنسبة تتراوح ما بين 42 إلى 58%. وأرجع السبب إلى شركات المسؤولين والحفر التقليدي للآبار عبر التصديقات العشوائية، واصفاً الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي بالطرشة. كما حمل مختص آخر الحكومة مسؤولية القصور في توفير صرف صحي آمن، ودعا إلى النظر في التخلص من الفضلات الآدمية بطريقة علمية، فيما كشف مختص في شؤون البيئة والتنمية المستدامة عن فتح عدة بلاغات بوجود تلوث لمياه الشرب بعدد من مناطق العاصمة التي أثبت معمل مياه ولاية الخرطوم تلوثها بسبب اختلاطها بآبار السيفون. ويؤكد الخبراء أن المسافة بين الصرف الصحي وآبار المياه أقل من المسموح به صحياً. وختم المكاشفي: سبق أن خرجت بعض التظاهرات في بعض الأحياء، وقال متظاهرون إن سببها هو أنهم يشمون رائحة عفونة بالمياه. وسبق أن كشف مستشار بيئي عن مهددات لصحة الإنسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام السبتين تانك ووصفه بالأسوأ في العالم.